الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، نرحب فيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا وقفات مع الشباب. هذه الوقفة جميلة جدا، طبعا ما يصير أنا أمدحها، ولكن قصدي جميلة في المعنى اللي فيها، المعنى جميل جدا، اللي هي الصورة الذهنية. الصورة الذهنية أو يسمونها الخريطة الذهنية، يعني احنا قراراتنا في حياتنا تنشأ بسبب الصورة الذهنية اللي كوناها عن الأشخاص والجماعات والأشياء والأفكار. أنا لما أكره إنسان، إيش حق كرهته؟ لأني أنا كونت صورة ذهنية عن هذا الشخص قبل أن أقابله. أنا عندي الأفكار أو يعني المحطة الفضائية الفلانية ما أحبها. ليش ما أحبها؟ لأني كونت صورة ذهنية عن هذه المحطة الفضائية. أنا هذا البلد ما أحبه، ما أحب أسافر له، ولا أحب أروح له، ولا أحب حتى أفراد هذا البلد. ليش؟ لأني كونت صورة ذهنية عن هذا البلد وأفراده وشعبه وكذا. إذن كل قراراتنا في حياتنا ناشئة عن الصورة الذهنية التي كوناها عن هذه الأشخاص أو الأفراد أو البلدان أو الأماكن أو الأفكار أو حتى الجمادات. هذه الصورة الذهنية أو التصنيف يسمونه ليبلينج، تصنيف. يعني مثلا شاف وحدة محجبة، أهو مثلا ضد المتدينين مثلا، قال هذه خلاص هذه إنسان متخلفة، وهذه إنسان جامدة، وهذه إنسانة جاهلة، بس لأنها شافها محجبة. قد تكون الدكتورة بالذرة هي، ولك خلاص هو مصنف هذا الشيء. مثلا أجنبي شاف عربي، مجرد شاف عربي باللباس العربي دشداشة وقترة، على طول خلى حاط صورة ذهنية أن هذا جمل وصحراء ونخلة وبر وبتخلف وجهل. بس ليش؟ لأن الإعلام عنده رسم له هذه الصورة فاختمرت في عقل الباطن، فعنده صورة ذهنية. أي عربي يشوفه عنده الصورة هذه. أول ما تقول أنا عربي أو يشوفك لابس دشداشة وقترة أو شماق أو كذا، على طول الصورة الذهنية أن أنت متخلف، أنت رجعي، أنت عندك جمل، انخلى، بر. بس ما الذي رسم لها الصورة؟ الإعلام ماله، إعلامه بين للعرب كذي. إحنا أيضا كأفراد عندنا صور ذهنية خاطئة عن كثير من الناس، بسبب إحنا ما قاعد نغير الصورة الذهنية. طبعا يحدث بسبب ذلك ظلم كثير. إحنا ما يجوز نقيم الأفراد بسبب الصور الذهنية. هذا الفرد من البلد الفلاني أخطأ بحقي خطأ، أخطأ بحقي خطأ. ما يجوز إني أنا أعمم الصورة حق الجميع إن كل إنسان جاي من هالبلد هو إنسان سيء. هذا غلط وظلم، التعميم خطأ. لكل إنسان ظروفه وتقييمه الخاص، فما يصير نعمم الصورة على الجميع بسبب صورنا الذهنية الخاطئة. العموم خلكم معاي بعد الفاصل نكمل السالفة. صدق انك حمار، الميكل عندك ليش ما تقطه؟ هذا ثالث مره وتسويها، تعوذ من ابليس يا وذبحني والله ثالث مره نفس على الموضوع. ما ايش فيك تلعب؟ ليش تسب يا اخي؟ زهقت من غبائك. شو بتسوي؟ احترم نفسك، لا تقطع ذول وراك. احترم نفسك، شو بتسوي؟ ترمدوني انا تبيع؟ ما انا ترمدوني هذه الطقاق. يلا يلا بطقاق. يلا تعال عبد الله، يا عمر عبد الله تعال. لو بيدنا نرجع الزمن وبحركه نغير ردة فعلنا ونشوف شنو يصير. تصدق بالكحمار؟ تصدق بالكحمار؟ عندك الميكر؟ ليش ما قطيت يا أخي؟ حرام عليك يا عبد الهادي والله ضاعت. يلا يلا نعوض هالشغله.
صحيح أن ما نقدر نغير الماضي، لكن نقدر نغير الحاضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الأحبة أخواتي الفاضلات، نرحب فيكم مرة ثانية بعد الفاصل. إحنا ما زلنا نتكلم عن الصورة الذهنية، وكيف أن هذه الصورة الذهنية قد يعني توصلك إلى نتيجة خطأ، لأن أنت عممت الصورة، حطيتها ركبتها على الجميع، وهذا خطأ كبير جدا. لكل واحد صورته الذهنية الخاصة وتقييم الخاص، ولا تعمم بسبب الصورة الذهنية. غير الصورة الذهنية اللي ببالك عشان تغير حكمك على الأشياء والأفراد والجماعات والقيم إلى آخره. أنا أعطيكم مثال جميل جدا من التراث. أكو عابد كان كبير عندنا في التاريخ الإسلامي يسمونه إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم كان عابد كبير وزاهد، وكان يعتبر أحد أمراء بلخ. بلخ هذه كانت في أفغانستان الحين، قبل كانت تسمى خراسان كلها. وزهد بالملك، وذهب إلى تعلم العلم والزهد في الدنيا. على العموم هذا الإمام كان مشهور جدا عند الناس، ولكن أيامها ما كان في تلفزيونات ولا رواد ولا جرائد ولا، فالناس ما يعرفون المشهورين. بينما هو يسير في البر في البحر في الصحراء، شافوا ناس شرانين، واحد شراني مهاوشي طقت راق ومضى ما رد عليه شيء. وهو ماشي أكو ناس قاعد يشوفون من بعيد اللقطة هذه العجيبة، كيف تجرأ هذا الإنسان قاطع الطريق طق هذا العالم الكبير؟ شافوا قالوا أنت شو سويت؟ قال شو سويت؟ شلون تجرأ طق العالم الكبير إبراهيم أدهم؟ قال منو هذا؟ قال هذا إبراهيم أدهم؟ والله ما دريت. راح ركض قبل يدينا وقال سامحني يا إمام حللني. فش قال له؟ شو رد عليه؟ قال له والله ما زالت يدك عن خدي، يعني بس وخرت يديك عني حتى دعوت الله أن يغفر لك. قال يا إمام أسيء إليك وتحسن إلي؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لأنك عندما صفعتني تذكرت بأن الله قد آجرني بسبب صفعتك، فما كنت أرد على من تسبب لي بالأجر بالمساءة إلي. أخلاق عالية، ولكن هذه الأخلاق وين نبعت؟ الصورة الذهنية. هذا ما ركب الصورة الذهنية على الجميع، على طول يتعامل مع الحدث بصورة أخرى، بمنظار آخر، منظار الأجر. هذا بلاء، وهذا اعتدى عليه، ولكن ما قال هذا قليل أدب، هذا مجرم. لا لا لا، جابها والنظر إلى الأمر من منظار إيجابي، منظار الأجر، فرد عليه هذا الرد. ونفس الشيء اللي صار حق عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير، ابن الزبير الصحابي الجليل، طبعا هذا عالم كبير، كان يعتبر علماء السبعة، الفقهاء السبعة مال المدينة. ذهب إلى عند الملك بن مروان الحاكم الأموي مع ولده. ولده راح حق اسطبل الخيل وقصته دابة أو فرسه طاحت عليه فمات. قالوا يا إمام مات ولده. قال إن الله يرجعه. راح يدفنه، دخلت في ريولة الأرض أو الآكلة اللي حشرة كانت أو جرثومة، فاتفق أطباء القصر أن يقطعون ريولة، قصوا ريولة، رد شالوه ودوه حق أهله في المدينة من غير ولد ومن غير ريل. ففزعت زوجته وعياله، قالوا يبكون. قال لا تبكون، شوف ايش قال لهم، شوف الصورة الذهنية العجيبة. قال أعطاني الله 4 أبناء، أخذ واحد وأبقى لي 3، وأعطاني يعني 4 أطراف، أخذ واحد وأبقى لي 3، وكم عافاني من الأيام والليالي، أفلا أصبر على مر يوم واحد. صورة، تعامل بمنظور إيجابي، ما حط صورة سلبية الواحدة أنه خلاص الله بلاني وش معنى أنا وش حقه كذا وما لي حظ وكذا، لا ما قال كذي. تعامل قضية معه في منظور إيجابي، من زاوية الإيجابية، وتذكر الشيء النعم الكثيرة اللي أبقاها الله له، وخذ نعمة واحدة. إحنا ليش يلين الهم والألم بسبب المصايب؟ ننسى النعم الثانية، نركز على فقط النعمة المسلوبة وننسى النعم اللي أبقاها الله لنا. إخواني الأحبة أخواتي الفاضلات، أشوفكم دائما بمعافاة وبصحة وبخير وفي عافية. أشوفكم على خير ومع السلامة.